السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشوف أداة من أدوات ريفت. الأداة دي عبارة عن أدنس، يعني بتضاف بعد ما تطلب ريفت بتنزلها من على النت وتضيفها. الأداة دي اسمها ريفت داتابيس لينك. بتقوم بإيه الأداة ديت؟ بتخرج لي كل المعلومات اللي موجودة في ملف الريفت ديت على هيئة ملف أكسس. تمام، بقول له أنا عايز أخرج كل المعلومات على هيئة أكسس، ولو انا كنت عملت ملف قبل كده ليه ان انا اعمل له edit and import، او ان انا افتح المعلومات ديت في ملف الاكسس واعدل فيها بعد كده اعمل لها import تاني لملف الريفت. يعني هاجي اقول له export، هيقول لي عايز تحطها فين، اقول له مثلا في my document هسميها مثلا you save. هو دلوقتي بيعمل ايه؟ بيعمل export لكل المعلومات اللي موجودة في ملف الريفت على ملف اكسس، وليه ان انا اعدل فيه براحتي